سنة حلوة يا وجد، سنة حلوة. أنا كنت باغا نفشحك، دابا نتوما تياقتو انا زعما ما نعملش عيد ميلاد، انا نفرح براسي وباقي صغير واللي بغى يطرطق يطرطق، آه اللي بغى يحمق واللي بغى يقول ما عندو شي العقال يقول عيد ميلاد سعيد يا عيني يا اللي كيقولوا عندهم عزيز ما بارك ليه حتى شي واحد، ربي يخليك ليا ان شاء الله يرضيك على غفله وما قريتش حسابك. سنة حلوة يا جميل، عرقت جنبه في عينيك. الله تنطلق الله تنشوك وحق ربي الحبيب، هذا الفيديو على غفله. المهم خوت كيف نتوما مزيانين بخير؟ شكون عنده بحال هذا الراجل؟ كاملين الناس عندهم الزين. تحياتي الخوت تبارك الله عليكم. ودي عرفتو بعدا قولوا له ناين محمد سنه سعيده، ادخل عليه بكل ما كتمنى ان شاء الله. صافي شكرا ليكم، شكرا كاملين، شكرا صافي. شوف والله العادي متنفضعك، شوف اخوتي حق ربي الحبيب، عوال السيده غادي تفرح برجلها، غتعمل له واحد الطارطه زعما غير هيدا نضحكوا مع بعضيتنا وصافي. سمعني كنهضر مع الاخت هناء، تحيه ليلى، كنقولها شكرا بزاف بزاف، هضرت معها قلت لها خصني الطارطه مريم عندها نهار خمسة وكنت غادي نعمل لهم بجوج بيهم. ساعة قال لي معاهم كتهضر، قلت له غادي نعمل لك الطارطة ونعمل لك مفاجأة. واش حومق واش في عقلو؟ واش حنا شوف قال لي قال لي اجي نقول لك، قال لي اجي نقول لك شحال غادي تعدل الطارطة؟ قلت له 3 كيلو ماسو مينوس 600 درهم. قال لي جنو، قلت له 600 درهم. قال لي صافي واخا عدلها لي، قلت له بصح، قال لي والله لا. قلت له المهم، قال لي شحال فعتمل في هذا الكيلو؟ قلت له 3 الكيلو كافي، انا بحالي كنا عدلنا المحسن سينو، هذيك كانت 4 الكيلو. واش بنادم عنده 40 سنه عاد عاد يعمل عيد ميلاد قال لك ترتق لوت بابا؟ ترتقني يماك عينك، واش هذه النيه ديالك؟ شوف والله العظيم الا صدمني خلاني حتى صافي شكرا. قالوا لي سنه سعيده والله يطول لك في العمر، هذاك هو الدعاء. صافي دعوا معايا الله يجعل شي بركه، تبقى تجمع لي انا العواش تيتوين السوم وانا باقي صغير، ولا واش عندي انا 7 سنين ولا؟ قلت له تبعني للخزين غنشريو لك الماكله. قال لي شحال باش تخسر في هاد الطرطه؟ قلت له 600 درهم. قال لي اجي نقول لك، قلت له لا مسكينه، شوف عيطت لها صاحبتي شكرا اختي هنا، كانت عدلت لي دمو حسين، قالت لي شو والله ما نتخلص منك فاطمه، شري غير الماتريال ديالك. المهم ما صومت عذبوا حنا الناس معانا ويحشموا منا والله. قالت لي والله غير تسخر انا زعما حقي ديما غادي نحسبوا لك شي. المهم بالمفيد والمختصر قال لي زيد شري الزيت والسكر. قلت لها الخزين ها هو، يلا عمرو الكوزينه ديالنا بالزيت والسكر وسباكيتي العواه والشتوى داخله وصوليس والتون، وانتم عارفين شنو دابا هذا شنو تعمل معاه؟ السميده والتيشه دابا هذا شنو غادي تعمل معاه؟ ما تخسر عليا انا 100000 فرنك، انا نخسر هنا السومو والناطه، واش حمقه؟ واش عندك شي عقال ولا ما نكسبوش شي ولا؟ زيد جوج د البوطات راه هما ونزلهم في الدار وجيبنا شكاره الطحين والسميده وكنور والزيت وزيد، يلا ضرب شي 15 يوم ولا شي 20 يوم، هذاك هو عيد الميلاد. عيد الميلاد هو تنوض الصباح وتجبر عندك ما تاكل في الصباح. وقولوا لي واش عندك الحق ولا ما نكسبوش؟ واش عندك وهذاك واش عندي العقل ولا ما نكسبوش؟ ما نكسبوش. جبرتي اللي فرح بك، جبرتي. انا فرحان دائما، انا تخطيوني غير نتوما، انا فرحان، انا والله ليلى فرحان دائما، انا كنخلق السعاده لراسي ديال الفرحه. وشكون وهذه هي الفرحه؟ وتفقسوني نتوما، جيب هذه مشي جيب له التباخه، جيب له هذيك اللي فيها اربعه جات مقلوبه لصقها في الحيط. ها هو شحال جات؟ جيب لي هادي وهادي وهادي شي حاجه تقدا وقدا. المهم انا فلوسي ما نخسرهمش في الخزين، خزين بالرجال اخليهم اخليهم الناس. 5 لترو زيت شفتوا وراه، و 5 لترو زيت حنا خصنا 5 لترو زيت قياداتي وهذاك هو الربح. شوف نعم سيدي انا ما غادي نتاخر لكش للدار، انا كنت باغا نفشحك، دابا نتوما تياقتوا انا زعما ما نعملش عيد ميلاد، انا نفرح براسي وباقي صغير واللي بغى يطرطق يطرطق، هيداك يحمق واللي بغى يبغى يقول ما عنده شي العقال يقول هذاك الراجل. انا عايش حياتي وبنادم ماله. تحياتي بيبا ليلك، بيبا قولوا لي بيبا، عرفتوا بيبا ليلك. غادي عملنا لكم واحد الدخله هيدا وصافي، لانسكم غنعمل عيد الميلاد وغتشوفوني بالكومبلي، ولا تبع الفيديو بالكومبلي والبابيو غنعمل هيدا، انا بابيو ما كاين غير ريكالوس كيطرطقوا. يلا شكون عطش يشوفني في ديك التبسيمه والاناقه داكشي واعر؟ غنكرب لك تراخي ماشي غنكري العماريه انا يعني في هذا العيد. دابا انا كملت 40 سنه اخوتي، سلام عليكم. شوف واش كتبان فيه ولا لا؟ 40 سنه كيبان باقي صغير والله. كبرنا على هذا الشيء اصاحبي، والله الا باقي صغير حق الله، الراجل استمتع بالحياه. غدا تجبرك عندك 50 سنه باقي صغير ما عرفتيش جيتي تشرف. علاش؟ كنعمل في قلبي، ما كنظلم حد، ما كناكل نتاع الناس،
ديما ضاحك ديما نشط ما كتحسد حد ما كنحسد حد الحمد لله ديما كيكون عندي تشغل ما كنجلس لا في قهوه ما نشوف لا في المرض الراجل ما نشوف شي واحد جاهز ما كنطلع الدار ديالي ونجلس نقابل الجداد ديالي ولا عندي شي حاجه نجف نسيق نشطب الحمد لله هذاك هو الحساب دابا شنو دابا خليكم مع الفيديو وغادي تشوفوا شنو كاين ان شاء الله يا ربي يا راه ما كاين غير النشاط و... هابي باردي هابي باردي باللونجلي عيد ميلاد سعيد يا عيني يا اللي كيقولوا عندهم عزيز ما بارك ربي يخليك ليا يوم صحت أربعة في الشهر واقيلا يوم ثلاثة لا اليوم ثلاثة اليوم ثلاثة ما بارك ليه حتى شي واحد يلا يلا عيد ميلاد سعيد شكرا شكرا حتى الناس اللي عيقولوا لي سنة سعيدة كنقول لكم شكرا حتى انتم الله يطولكم في العمر وربي يحفظكم العقبة ل 100 سنة دابا في عام شنو نتاخرون طرطا لا نمشيو نتاخرون طرطا ونقولوا لهم هنا شكرا شكرا اختي هنا بارك الله لاحظت يلا سعد عندي يلا هيدا خصك تكون على غفله وما قريتش السابق قول علينا صافي هاي 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 على هذا يبداو ماشي شفتي وقالكم استناو المفاجاه ربي يخليك الحنونه عاش مكلفة على راسك والله ان شاء الله يا رب يا الخوت مع بعضيتو تفكيرو صافي ماشي حاجه كبيره ورينا اخي ورينا نشوفو ها نشوفو شوم عليك بصح يا شوفوا العيال كيف مجموعين شفت العيال كيف مجموعين ما قلتي له شي تاعت ميلاد سعيد قولوا له قولوا سنة حلوة سنة حلوة يا يو يو سنة حلوة يا يو يو سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا يو يو شفتي لا شفتي عيد ميلاد الحومة دولاد الشعب شفتي الصحة والراحة طيب خمسة دراهم حيت قالوا له سنة حلوة مش حبيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ديو ريال الواحد مريم ثمانية صح زيد لهم جوج دراهم ديهم درهم الواحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية زيد واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة بلا مريم مريم عطيت لها درهم واحد ريال ما عنديش ما عندنا ما نعملو ضروري تفرحوا واش غادي تعمل والله الا كدعم كاين تما جد راهك وكدعم معاك شي فقعه جبتي هذه البركه ديالو وياه عاوزتي توين الفرحه ديالهم اختار والله الا يلا عطي لهم درهم لواحد سبعه بيه يلا تما درهم دابا خليهم هاك يلا شي صالحو يلا شكرا الحنونه عطينا غير صدفه يا والله الا غير صدفه الدوله ديما كش من مقدم سيري يا خطه ماينه جبت رشيده خطه كريمه ولا اختي عند الله يخليها شي ما تشبر ماشي شتا شاء الله بدات عوق في الدابا تطلع على النبي ماما ماينه انا صحاب لي زعما كنت هنايا لا والو الله الا شاء الله جيت اي والله نطلل العزيز على ماما لا نقوز نطلل على ماما صافي مرحبا بسلامك يلا بسلامه يا ويو يلا بسلامه مرحبا بسلامك لا قالت لي ما قلت لهم شي تا السلام عليكم قول لهم السلام عليكم قول لهم سلامه يلا الله يوصل على خير سامحه ما ديك ساعه نصوني عليك سلامه
وهذا هو الكادو دحان اللوسي. كنقول لها شكرا بزاف بزاف. المهم خاها كيقولها لا. انا عاد فكرت وبغيت ندخلها معكم في الفيديو حيتاش ما شفتوش شنو جابت له. كنقول لها شكرا بزاف، ردوها لها في ساعات الخير، الله يفرحها، الله يرزقها باش كتمنى يا ربي الحبيب، ويرزق جميع المسلمين، اي واحد اللي كيتمنى شي حاجه في خاطره الله يفرحه، ولي كيتمنى ذريه صالحه الله يرزقه والله يرزقها يا ربي الحبيب، ونفرحوا معها ان شاء الله يا ربي. شوفوا على كادو كيحمق مزيون، كنقولوا لها شكرا بزاف بزاف من القلب. سنة حلوة يا جميل، مالكم مخلوعين؟ مالكم ما مرتاحينش؟ او دابا غادي نكتشفوا الريالوس. المهم الخوت ما كاين لا طرطة لا هبو العادي، ها شنو كاين؟ هاك شبر عمرة، ها شنو كاين؟ المهم السخرة اللي تسخرنا، المهم السخرة ديال الدار معروفة صافي. أول حاجة بلاتي أهم حاجة كانت هي الزيت اللي خيا كخر السكر مرتضيلة فلان الملاح كولا كون العيال صافي الجبن هذا الصلصة لاطا د التون كيلو صراحة هذه مزيونة اقتصادية كتعمل شحال 60 درهم 6000 فرنك كتعمل حيدا مريم رجلك صافي هنايا الحمصة ماكارونيس الزبيب الروز هذه السفة تشيلي تنعدلها بالروز هنايا شي العطريه كانت ناقصاني هنايا صوليس الخميره ديال الحلوه كسكسو ها هو كسكسو الملاح المهم زعما تقادين هذاك الشيء للدار وما تشوفوش هادشي هكا يقول لكم عقلكم هادشي سهل بالحق والله الا ملي كتجي تجمع الحساب المهم انا 600 درهم ديالي اللي قال لي اللي كنت عتعمل بها الطرطه داها لي صراحه ايوا هو اي ما عبد الرحمن المهم هادشي كامل وشوف عبد الرحمن كيتشنتفني العايل شنو غزال ايما صافي ياك نور واخا كنور انا ما كنستعملوش بزاف شنو افضل والله ما بقيت عاقله شنو هذا الروز دباهيه مرتضيلا الخميره اتاي هذه مايس صافي هذا معكف صافي هذه هي السيره اللي تقدينا بانيال صافي هذا معكف شتي مريم باك العيد ميلاد اختار كنا عام فاش حواه مع عام فاش حواه مع خسر عليه عام فاش حمشي ولاد يا والله الا ايوا هذا ما كان الخوت والله الا مبغاش يفرح براسو فرح بالنبيره هادشي ما كان ماما دابا شي فيها تشو في النبيره تينات ست فم زعما واحد ست يا تورينا الحداقه الحداقه المهم الخوت بما ان شاركت معكم سخرة عيد ميلاد اللي تسخرنا انا ومحمد شوفوا بغيت نشارك معكم هاد السفة صراحة كتجي كتحمق يعني كنت عدلت ما شاركتش معكم شاركت غير مع الناس الانستغرام صراحة فنة 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 هادي تشوفوا الاخوان هذا ما اشعار ما تاش حاجه غير واحد الحاجه ملي كتعجبك سمحوا لي كاغيت كنت سيبته ورجعت هزيته ملي كتعجبك شي حاجه كترجع تشاركها هذه كنز فنه شوفوا المهم واحد الطريقه ديالها سهله ما تعجنت ما حتى شي حاجه معزوله على بعضيتها المهم بالنسبه للسفه انا خويتها في واحد القصعه مثل الزيت بسبستها مزيان من بعد عملتها في الكسكس تبخرت نص ساعه من بعد ديك الماء اللي تبخرت بهم خويتهم عليها عاود كنردها في الكسكس تبخر وهذه هي الطريقه كتجي غزاله هنايا قليت اللوز وطحنته مع النص طحنته مع السكر كلاصي والنص خليته غير باش نزوق به هيدا وهذا كان عندي مقشر ومعدل في الفريغو بغيت نقول لكم ما صالحش بالنسبه للوز ملي كيكون مسلوق وكيتعدل في الفريغو ما كيبقاش مزيان ملي كتجي تقليه كيتحمر دغيا وما عجبنيش الصراحه هذه جوج مرات هي كتوقع هنايا هذا الزبيب اللي سلقته ومثلو السكر والقرفه كيجي معسل مزيون صافي هذا ما كان ما عملتش السفه بالدجاج انا عملتها غير السفه باللوز والزبيب كتجي كتحمق
المهم اخوت كما كتشوفوا هنايا ان شاء الله خويته في القصعه كما كتشوفوا ما معجنه ما حتى شي حاجه عملت لها شي حاجه السكر عملت لها انا من السكر حبوب وكنعملوا لها حتى السكر غلاص يعني هنايا غير بغيت نوريكم باللي ما كتعجنش هذا شنو اسمها هاد السفه هادي غزاله عجبتني وبغيت نبارطاجيها معكم. المهم الثمن ديالها كتبقى 5 درهم لا يا ربي 9 دراهم نص كيلو ب 9 دراهم صافي هذا ما كت ود العبر صراحه والله ما عرفت شحال كتعمل يمكن شي 12 درهم الكيلو الحق هادي واخا غاليه شويه بالحق زعما ماشي مشكل مزيونه. وهنايا ملي عملت لها واحد المعلقه د الزبده صراحه شوف كيفاش كترجع غزاله غزاله صافي هنايا غادي نكب عليها الزبيب اللي عندي هنايا وهذا حتى هذا العسل ديالو نخليها شويه هي نعدلو من فوقي ايوا ها انا يا لالا الحادقه دغيا دغيا وجدنا السفه صراحه ما داتليش الوقت بزاف مع العيال كتحمقوا ديك النهار عاد كليناها عند عقوزتي كتحمقوا من العيال كتجي غزاله صراحه. المهم هنايا زدت لها شويه د الزبيب وهنايا اللويزات وصافي هذا ما كان هيدا وكتجي غزاله بالصحه والراحه.